على أجمل شواطئ البحر الأحمر استضافت جمهورية مصر العربية الشقيقة وفدا شعبيا بحرينيا للاحتفال بأعيادنا في المدينة الغردقة. المزيد من التفاصيل مع موفدة مركز الأخبار زميلة خولة الجرانيس. حب وولاء حمله وفد مملكة البحرين وطار به إلى عروس البحر الأحمر الغردقة للاحتفال بأعيادنا الوطنية في تلك المدينة الساحرة التي استقبلت أبناء البحرين بأسلوب مصري متميز أسعد قلوب البحرينيين لحظة وصولهم. كعادتنا السنوية نقوم برحلة خارج البلاد للمشاركة بأعياد البحرين الوطنية وتعريف الدول الغير خليجية بما نقوم به من أنواع الاحتفال. سعدت بالمشاركة ضمن الفريق البحريني اللي وصل على الغردقة اليوم، وجدا كنا سعداء بالحفاوة المصرية اللي استقبلتنا في المطار، الفرقة الموسيقية اللي غنت، ويعني سعدنا بوجودهم وإحساسنا بقربهم منا كعادتنا مع الشعب المصري. أعلام وشعارات وأوشحة ازدان بها وفد البحرين فمنذ لحظة مغادرتهم أرض المملكة وحتى وصولهم إلى مدينة الغردقة كانت المشاعر الوطنية ظاهرة على محياهم وقلوبهم تتمايل طربا على أنغام المعزوفات الشعبية المصرية. وشاركونا الأخوة العرب في احتفالياتنا في العيد الوطني، وللأمانة يعني احنا في أول ما وصلنا استقبلونا استقبال حار أخواننا المصريين وحسسونا احنا في ديرتنا وبين أهلنا، وإن شاء الله يعني تكون الاحتفالات هذه الكل يستانس فيها ونقدم الفرحة حق الشعب المصري والشعب البحريني، والله يعودها علينا إن شاء الله. والله بصراحة إحنا شفنا استقبالهم كان من أحسن الاستقبال، استقبلونا بكل حفاوة وترحاب، استقبلونا بالأهوازيج مثل ما يقولون والأغاني الشعبية من المطار، وهم عندهم الفرقة الشعبية كانت مستقبلتنا، خذونا بالباصات المريحة لحد ما استقبلونا في المنتجع. كان استقبالهم جدا يعني مريح، معاملتهم سريعة وتم تخليص إجراءاتنا بكل سهولة إن شاء الله. هم يعني قادمين يعني مصر ويا البحرين وقصروا، استقبلونا أحسن استقبال، استقبلونا حطوا موسيقى والحمد لله يعني ما قصروا. أعيادنا الوطنية تحتضنها جمهورية مصر العربية للسنة الثالثة على التوالي في مناطق سياحية مختلفة تنقل إلى القلوب العربية حب البحرينيين لعروس الخليج العربي. بالحب والابتسامة استقبلتنا أرض مصر الحبيبة لتقول لنا أهلا بكم في أرض الحضارات وتبارك لنا بأعيادنا الوطنية بنفس مصري عتيد يبني جسور المودة والإخاء. من عروس البحر الأحمر المصرية، خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.